أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من جرائد نبدأها بالعناوين. نبدأ بالعرب القطرية ونقرأ العنوان التالي: جوعان بن حمد يتوج الفائزين في سباق المؤسس للهجن. في الوطن القطرية نقرأ: أثمامة إنجاز المشروع بالكامل بحلول 2020. أما في الراية القطرية نقرأ العنوان التالي: سالم الهاجري يقول انتظروا العنابي في البطولة القارية. في الوطن العمانية الجهاز الفني للأحمر سعيد بحماس اللاعبين. وفي اللواء اللبنانية نقرأ العنوان التالي: رجال الأرز قادمون ولتحدي آسيا جاهزون. في الثورة السورية السما يقول لا شيء مستحيلا ولقاء فلسطين الأهم. وفي القبس الكويتية نقرأ العنوان التالي: انتخابات الأندية صب حقنا لبن. في الديلي ميل الإنجليزية مانشستر يونايتد أخلى مكتب مورينيو بعد 5 دقائق من إقالته. أما في آس الإسبانية فالعنوان يقول يوفنتوس يسعى لذم إيسكو في يناير. وختاما مع لو باريزيان الفرنسية والعنوان اختفاء صورة رابيو من تشكيلة البي اس جي. كانت هذه أبرز العناوين. التفاصيل ومزيد مما جاء في الصحف حول العالم يأتيكم بعد قليل، ابقوا معنا. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا وأبدأ الجولة من الصحف القطرية وأبرز ما جاء في الملحق الرياضي لجريدة العرب التي نقرأ فيها العنوان التالي: جوعان بن حمد يتوج الفائزين في سباق المؤسس للهجن. هجن الشقب والشحانية تسيطر على الذهب. والسعودي الجربوعي يقول سعداء بالتنافس في قطر. المشاغب يقول الشعارات المشاركة كلها قوية. والمضمر الشبل يعد بمزيد من الرموز. ميناء العرب إلى الشرق القطرية وفيها نطلع العنوان التالي. نذهب إلى جريدة الشرق وهذا هو العنوان الذي يقول راحة للفرق قبل الجولة الأخيرة لكأس كيو أس آل. اتجاه لتقديم موعد عودة الدوري الاستئناف الرسمي في 5 فبراير ونتائج تحسم الوقف. وفي صفحة ذاتها أيضا تصريحات لنايف البريكي قائد الفرسان خاصة بها الشرق ويقول فيها الخور منحوس الفاصلة خارج قاموسنا التراجع مسؤوليتنا وفترة التوقف فرصة لتصحيح أوضاعنا. الشرق وكبت استعدادات الاتحاد القطري للتنس للبطولة الدولية التي تستضيفها الدوحة كل عام وكتبت في العنوان التالي في جريدة الشرق: تحذيرات مكثفة لبطولة إكسون موبيل وقرعة الدور الرئيسي السبت القادم. وفي الصفحة ذاتها أيضا عنوان آخر يقول راشد وناصر يحسدان اللقب الخليجي التنس. والحديث هنا عن نجم المنتخب القطري الصاعد راشد نواف الذي توج بلقب بطولة الخليج تحت 14 سنة، كما فاز رفقة مواطنه ناصر اليافعي بلقب الزوجي في البطولة ذاتها المقامة في عمان. إلى الصفحة الأخيرة لملحق الشرق الرياضي ومنها نتابع العنوان التالي. إذن العنوان يقول إشادة عالمية باستعداداتنا المونديالية. ليترال الأرجنتينية أكدت أن ملاعب قطر مثيرة للدهشة. ملاعب مونديال قطر تبقى في الواجهة. وجريدة الوطن قامت بجولة ميدانية في استاد ثمامة لرصد تطور العمل على أرض الواقع وكتبت تقول العنوان يقول القحفية المونديالية الملعب مستوحى من القبعة العربية وتصميمه يمنحه تميزا عالميا. الانتهاء من أعمال الحفر والأساسات وصب الخرسانة بنسبة 100% استخدام أحدث التقنيات المتطورة منحه جائزة MABAM العالمية
تجهيز مدرجات تستوعب 40,000 متفرج، وتخفيض الطاقة الاستيعابية بعد البطولة. وفي أسفل الصفحة نقرأ أيضا العنوان، عنوان لافت يكشفه التقرير، يقول إنشاء فرع من مستشفى سبيتار وفندق عصري صغير يحل مكان المدرجات العليا. تقرير الوطن الذي خصص لرصد الأعمال في الاستاد المونديالي استحوذ على العديد من صفحاتها. مزيد من التفاصيل في الصفحتين التاليتين. إذن نقرأ العنوان التالي. مدير المشروع المهندس سعود عبد العزيز الأنصاري يؤكد إنجاز المشروع بالكامل بحلول 2020. والمهندس خليفة عبد الله المنع يقول نفخر بما حققناه على أرض الواقع. والمهندسة عائشة الملا تكشف أنظمة التبريد تحدث طفرة. ومن العناوين اللافتة أيضا صقل خبرات الشركات المحلية بمشاريع المونديال والأولوية للمقاول القطري و 3.17 مليون ساعة عمل بدون إصابات. إذا نترك الوطن ونفتح ملحق الراية ومنه نتابع في الراية القطرية العنوان التالي. اليوم اللقاء المغلق المرتقب مع منتخب قرغيزستان باستاد خليفة الدولي. اختبار جديد للعنابي في الطريق إلى آسيا. سانشيز يسعى لتحقيق أكبر استفادة. ولاعبون يبحثون عن مواصلة التألق. سالم الهاجري لاعب الأدعم يقول انتظروا العنابي في البطولة القارية. وكريم بوذياف جاهز للمشاركة والعطاء ويؤكد هدفنا الوصول إلى أبعد نقطة في آسيا. الراية اهتمت بالتصريحات التي أدلى بها نامتايهي محترف الدحيل من برشلونة، حيث يتابع علاجه من إصابة الرباط الصليبي. نذهب إلى العنوان التالي. إذن النجم الكوري الذي أمضى مع فريق الدحيل 5 مواسم قال تلقيت عروضا من الدوري الإنجليزي، عقدي مع الدحيل ينتهي الصيف المقبل وأريد خوض تحدي جديدة. سأكمل مرحلة التأهيل في قطر وأحتاج من 5 إلى 6 أشهر. حزنت لعدم المشاركة في المونديال وتضاعف حزني بالغياب عن آسيا. نبقى مع الراية لكن مع تقرير عن نادي الأحلام، متابعة أبرز عناوينها في الصفحة التالية. الجماهير تترقب حسم الملف من خلال الاجتماعات والمشاورات الجارية. العربي يجهز لإبرام صفقاته الجديدة. مطالب بالتعاقد مع لاعبين مؤثرين ولا يكون التغيير لمجرد التغيير. الراية وصلت كشف حساب الأندية قبل الجولات الحاسمة للدوري، ومحطة اليوم كانت مخصصة لفريق الأحلام. نتابع العنوان في الصفحة التالية. العربي من تخبطات لوكا إلى أحلام هيمر. أخطاء المدرب السابق أحبطت الفريق ودفعت به نحو منطقة الخطر. المؤدب اجتهد كثيرا وصنع تحولا مهما نقل الفريق إلى المنطقة الدافئة. وإقالة لوكا تأخرت كثيرا. المدرب الأيسلندي أمام مهمة صعبة لكن فرصة ممكنة لاقتحام مربع الكبار. الفريق يمتلك مفاتيح مهمة والانتقالات يمكن أن تنقذه من تواضع محترفيها. وقبل أن نترك ملحق الراية الرياضي نتوقف عند عنوان جاء على الصفحة الأخيرة وفيه هذا إذن العنوان. صفقة غرفوية تركية تعيد شنايدر لجالاتا سراي مقابل بالهند للفهودة. إذا مشاهدينا آخر محطتنا مع الصحف القطرية ستكون مع استاد الدوحة، ومنها نتابع العنوان التالي. العنوان يقول البافاري يقيم معسكره الشتوي بعاصمة الرياضة العالمية. بايرن ميونخ للمرة 9 تواليا في أسباير زون معسكر شتوي لمدة أسبوع. ورومينيجيا الرئيس التنفيذي للبايرن يقول أفضل ظروف للتدريب والأعداد. إذا استاد الدوحة طلعتنا اليوم بتقرير لافت تحت العنوان التالي، وهذا هو العنوان. الصحفيون يمتنعون، هكذا أرادها الآسيوي النسخة 17 في مهب الريح. التقرير تحدث عن سابقة لم تحصل من قبل في أي من البطولات القارية، تمثلت في صعوبة حصول الصحفيين على التصاريح لتغطية البطولة والتي يمنحها عادة الاتحاد الآسيوي للعبة، مما يؤشر إلى تدخل من مسؤولي الدولة المضيفة لوضع فيتو على أسماء عدة. لأول مرة في تاريخ البطولة
أو لنقل في التاريخ الحديث للبطولة. تصل الموافقات عبر القناة الإعلامية للاتحاد الآسيوي لبعض الصحفيين لإصدار بطاقاتهم الصحفية قبل 11 يوما من انطلاق أمم آسيا. هذا هو التنظيم الجيد يا اتحاد آسيوي. ولأننا نتكلم هنا عن حقائق، نعم، هي المرة الأولى في اتحاد قاري كبير ومحترم الذي يتلقى فيها الكثير من الصحفيين الموافقة على استصدار البطاقة الصحفية في وقت متأخر قبل البطولة، لن يكون كافيا للحصول على تأشيرة البلد المنظم، ولن يفعل لهم الاتحاد الآسيوي شيئا. ورغم ذلك فهؤلاء الذين حصلوا على موافقة متأخرة أوفر حظا من الذين لم تصلهم أي موافقة، رغم أنهم أدخلوا البيانات في الوقت المحدد ولا تزال تظهر لديهم النتيجة بانتظار الموافقة. موافقة من تحديدا؟ إذن جولتنا على الصحافة القطرية انتهت، ونتابع الآن قراءة باقي الصحف العربية والحدث الأهم، استعدادات المنتخبات العربية للمشاركة في نهائيات كأس آسيا، والبداية من عمان، ونقرأ من جريدة الوطن العنوان التالي: منتخبنا الوطني يتدرب بثقة تامة، والجهاز الفني سعيد بحماس اللاعبين، الاستعدادات لمواجهة الهند الودية تسير في الطريق الصحيح، وحصتان تدريبيتان يوميا. نبقى في عمان، ولكن هذه المرة مع جريدة عمان، ونقرأ من أحدى صفحات الملحق الرياضي لجريدة عمان التي كتبت العنوان التالي: أكد أن وجود 11 منتخبا عربيا في الإمارات يرفع طموحات العرب. الضابط يقول: من الصعب أن ينافس منتخبنا على لقب كأس آسيا. هاني الضابط نجم الكرة العمانية السابق كان واقعيا عند الحديث عن فرص الأحمر العماني في نهائيات كأس آسيا 2019، حيث قال إن المنافسة على اللقب أمر صعب جدا في ظل تواجد منتخبات تمتلك إمكانيات فنية أكبر وخبرة بمثل هذه البطولات. من عمان نذهب إلى الأردن، ونقرأ من جريدة الدستور الأردنية التي كتبت العنوان التالي: أن الشام يختتم معسكره في الدوحة بمواجهة ودية أمام الصين. بوركمانس يقول: الخسارة أمام قرغيزستان وقطر ليس بالأمر الجيد. جولتنا مع منتخب عرب آسيا مستمرة، ونصل الآن إلى المحطة اللبنانية، ونتابع مقالا من جريدة اللواء حمل العنوان التالي. إذا نذهب إلى اللواء التي كتبت: رجال الأرز قادمون ولتحدي آسيا جاهزون. بقلم وسيم صبرة الذي تحدث عن المشاركة التاريخية لمنتخب لبنان في كأس آسيا القادمة، الكاتب قال: لنكن واقعيين ونقر بأن المنافسة على اللقب ليست هدفا لنا، لكن لتكن محطة لإثبات التحدي الآسيوي والانطلاق لما بعده. سيقفل العام 2018 على إنجاز هام لمنتخب لبنان لكرة القدم، الذي استطاع أن يحقق إنجازا نوعيا بتقدمه للمرتبة 81 بتصنيف الفيفا على المستوى الدولي، والتاسع بين أقرانه في القارة الآسيوية. ويأتي هذا التصنيف التاريخي غير المسبوق مع الإنجاز التاريخي أيضا المتمثل بالتأهل إلى نهائيات أكبر حدث على المستوى القاري، وهو كأس أمم آسيا التي تنطلق بعد أيام. لكن تلك الإنجازات المتعددة لا يفترض أن تجعلنا نغتر بأنفسنا، بل على رجال الأرز تلقف هذا التطور والبناء عليه لتحقيق المزيد، خاصة أن اللبنانيين يرون أن الوقت حان لرؤية رجالهم بالمونديال. إذن من لبنان نذهب إلى سوريا، ومن جريدة الثورة نقرأ العنوان التالي: نسور قاسيون في أبوظبي بعد أعلان القائمة النهائية وعرض اللباس المعتمد. ومن نفس الصفحة أيضا نقرأ: نجم منتخب نسور قاسيون عمر السوما يؤكد: لا شيء مستحيلا في كرة القدم، ولقاء فلسطين في نهائيات آسيا هو الأهم. جولتنا العربية متواصلة، نصل الآن إلى المحطة العراقية، ونقرأ من جريدة المدى العنوان التالي: مسابقات الكرة تنقذ الزوراء من الارتباك في الكأس. عبد الرحمن رشيد يقول: ننتظر دعم النقل لإنهاء الأزمة المالية.
من العراق إلى الكويت، ومن جريدة القبس نتابع تقريرا عن انتخابات الأندية الكويتية، وإليكم أبرز عناوينه. العنوان يقول: مع اقتراب إغلاق باب الترشح، انتخابات الأندية صب حقنا لبن. القادسية يقلص دور الحرس القديم، والعربي على صفيح ساخن. برقان هدوء يسبق العاصفة، والجهراء في اللحظات الأخيرة خلافات في الجهراء. التضامن استقرار وتوافق بين أبناء النادي أبرز ما تناوله التقرير، نتابعه في السطور التالية. يبدو أن انتخابات الأندية ستبقى صب حقنا لبن، فرغم محاولات تغيير الوجوه والأسماء لإيهام الشارع الرياضي أن هناك عهدا جديدا قادما، فإن الواضح وضوح الشمس أن من يأتي سيمارس الفكر والتوجه نفسهما ليصبح الوضع الرياضي أقرب إلى تي 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 ترى مثل ما رح تي جي تي. فمع اقتراب موعد إغلاق باب الترشح لانتخابات الأندية بعد غد الخميس، تزداد وتيرة الخلاف في بعض الأندية، فيما تشهد معظمها هدوءا واستقرارا في ظل ما يشبه التزكية لبعض القوائم التي لم تجد منافسا. نبقى في الكويت، ولكن هذه المرة مع جريدة الأنباء، ونقرأ فيها العنوان التالي. هذا هو عنوان جريدة الأنباء: الكويت يقصو على خيطان بسداسية في كأس الاتحاد بالصف الثاني، العربي يسقط القادسية. نذهب الآن إلى صحافة شمال أفريقيا، والبداية مع جريدة الشروق الجزائرية التي لخصت عام 2018 على الساحة الكروية المحلية بهذه العناوين. إذن الشروق الجزائرية وهذه العناوين: التصريحات النارية تغطى على الأحداث الكروية الجزائرية في عام 2018. محرز يتألق، ماجر وسعدان يغادران، وبالماضي لاستعادة الماضي الجميلة. الخضر غابوا عن مونديال روسيا، والأندية الجزائرية عاجزة عن البرهنة قاريا. نبقى مع الشروق الجزائرية، ومن صفحة أخرى نطالع العنوان التالي: بعد التأهل التاريخي لفريقهم في رابطة أبطال إفريقيا، الأنصار يقضون ليلة بيضاء على وقع الثورة ما تموتش. إذن أفراح كبيرة شهدها نادي شباب الثورة الجزائري بعد أن تأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى دور المجموعات بدور أبطال إفريقيا، بعد أن تخطى عقبة فريق اتحاد طنجة المغربي. نترك الجزائر ونذهب إلى تونس، ونقرأ من جريدة الصباح التونسية التي عنونت: نائب رئيس الاتحاد الافريقي يؤكد شهاب الليلي لن يغادر الفريق، وهذا موعد الحسم في استئناف عقوبة المنع مع التعاقدات. مجدي الخليفي نائب رئيس النادي الافريقي التونسي اكد ان ادارة ناديه متمسكة باستمرار المدرب شهاب الليلي مع الفريق في المرحلة القادمة، مشيرا الى ان النادي يعمل على رفع عقوبة المنع مع التعاقدات التي اقرها الفيفا، وذلك بتقديم المستندات اللازمة التي تؤكد انتهاء النزاعات مع اللاعبين، وسيصدر القرار يوم 7 يناير القادم. ختام جولتنا العربية اليوم من المغرب، ونقرأ من جريدة المنتخب المغربية التي كتبت: قرعة صعبة تنتظر الأسود في الكان. في التفاصيل، قالت الجريدة أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لن يعتمد على تصنيف الفيفا في قرعة أمم أفريقيا 2019، وإنما على نتائج المنتخبات في آخر 3 نسخ للبطولة، وهو ما يبعد المغرب عن التصنيف الأول والثاني، وقد يكون في المرتبة الثالثة، وهو الأمر الذي سيؤدي به إلى في النهاية إلى الوقوع في مجموعة صعبة. جولتنا على الصحافة العالمية نستهلها من إنجلترا، وعنوان صادم أبرزته صحيفة ديلي ميل، ويقول هذا العنوان: مانشستر يونايتد أخلى مكتب مورينيو بعد 5 دقائق من إقالته، في خطوة تحمل دلالات كثيرة. لم تنتظر إدارة الشياطين الحمر أكثر من 5 دقائق على إقالة جوزي مورينيو لتعطي أوامرها بإخلاء مكتبه من أغراضه الشخصية. ديلي ميل كشفت أن عملية الإخلاء استغرقت 1/4 ساعة، في وقت كان سبيشال وان ينتظر في مكتب آخر داخل النادي، وأن مورينيو حصل على جميع مستحقاته البالغة أكثر من 22 مليون جنيه استرليني قبل مغادرته مقر النادي. نبقى في إنجلترا لنتابع من صحيفة The Guardian خبرا وعنوانه:
أرسنال يلتقي ضربة موجعة بغياب مختاريان 6 أسابيع. النادي اللندني أعلن في بيان رسمي افتقاد نجمه إنريك مختاريان لفترة لن تقل عن 6 أسابيع متأثرا بإصابة في القدم. الصحيفة استعرضت المباريات التي سيتخلف عنها الدولي الأرميني وأهمها ضد ليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي في وقت تسعى فيه كتيبة إيمري إلى إنهاء الموسم في مربع الكبار. دائما مع الصحف الإنجليزية والعنوان هذه المرة من صحيفة مترو التي كتبت العنوان التالي: تشيلسي يوافق على تبادل هيغوايان بموراتا مع اي سي ميلان. الصحيفة تحدثت عن توصل الناديين الى اتفاق ينتقل بموجبه غونزالو هيغوايان مهاجم ميلان الى البلوز مقابل رحيل الفارو موراتا الى سان سيرو. مترو نقلت عن تقارير صحفية عدم ممانعة ادارة اليوفي رحيل لاعبها المعار هيغوايان عن روسونيري مشترطة حصولها على مبلغ مالي من ادارة تشيلسي لاتمام صفقة بيع الدولي الأرجنتية. إلى إيطاليا وصحيفة الكورييري ديلو سبورت التي نقلت تصريحات لأحد إداريي السيدة العجوزة يقول فيها العنوان: مفاوضات ذم رونالدو لم تستغرق وقتا طويلا. الكلام لفابيو باراتيشي المدير الرياضي ليوفنتوس الذي كشف أن رغبة رونالدو في اللعب ليوفنتوس كانت السبب الرئيسي لرحيله عن النادي الملكية. باراتيشي أكد أن الدون قرر مغادرة مدريد عقب نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، وأنه عرض الأمر على رئيس نادي يوفنتوس الذي طلب منه فرصة للتفكير قبل أن يتصل به بعد 3 ساعات طالبا منه كتابة العقود. إذا نتحول إلى الصحف الإسبانية والبداية من آس التي عنونت العنوان التالي: يوفنتوس يسعى لضم إيسكو في يناير. الصحيفة المدريدية نقلت عن تقارير وجود رغبة قوية لدى إدارة يوفنتوس باستقطاب إيسكو الذي يعاني تحت قيادة سولاري. آس رأت أن القانون الجديد الذي يسمح لإيسكو المشاركة مع يوفنتوس في الأدوار المقبلة من الشامبيونز ليج رغم خوضه دور المجموعات مع فريق آخر سيزيد من إصرار إدارة النادي الإيطالي على ضم نجم الريال. إلى غلاف صحيفة الموندو ديبورتيبو الذي تصدره هذا العنوان. إذن العنوان من الموندو ديبورتيبو يقول: ديونغ يقترب. الصحيفة المقربة من النادي الكتالوني قالت أن اتفاقا وشيكا ونهائيا في طريقه للخروج إلى العلن ينقل الهولندي الشاب إلى الكامب نو بعدما رفعت إدارة برشلونة قيمة العرض المقدم إلى أياكس. الموندو ديبورتيبو تحدثت عن دخول باريس سان جيرمان على الخط وأن بطل فرنسا يحاول إغراء ديونغ وحمله على تغيير رأيه. إذا إلى فرنسا حيث تشير المعطيات إلى رحيل وشيك لأحد نجوم بطل فرنسا. لو باريزيان كتبت المقال تحت العنوان التالي: عندما تختفي صورة رابيو من تشكيلة البي اس جي. الصحيفة الباريزية قالت أن صورة أدريان رابيو الذي قرر عدم تجديد عقده مع باريس سان جيرمان اختفت من إحدى الصور الضخمة التي يظهر فيها نجوم النادي في أحد أحياء العاصمة الفرنسية. لو باريزيان أكدت أن اللوحة المرسومة باليد كانت تتضمن صورة النجمة الفرنسية الشاب قبل أن تعود وتختفي نهائيا. الختام من صحيفة ليكيب التي قدمت قراءة لمنافسات الدوري الفرنسي بمناسبة توقف البطولة وعنونت ليكيب العنوان التالي: تقييم الدوري الفرنسي باريس والصحراء الفرنسية. الصحيفة تحدثت عن اكتساح غير مسبوق من النادي الباريسي للمسابقة بعدما وسع الفارق الذي يفصله عن وصيفه ليل إلى 13 نقطة رغم خوض رجال توخيل مبارتين أقل. ليكيب تحدثت عن سعي باريس سان جيرمان إلى تحطيم رقمه القياسي الذي ظل صامدا منذ عام 1994 بخوضه 32 مباراة دون هزيمة. نقطة ختام جرايد. شكرا لكم على حسن المتابعة وفي أمان الله.